للتخسيس وفقدان الوزن وأهم الخصائص العلاجية الأخرى. تنصح قناة ميكس بروفيت بتناول الصمغ العربي الهشاب الأصلي والذي يتمتع بجودة عالية. كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة. يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفى كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن غسيل الكلى المؤقت وعن غسيل الكلى مرة واحدة. هنتكلم بشكل مفصل ولكن كالعادة بشكل سريع علشان ما نطولش وقت الفيديو، ما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك، ويلا بينا نشوف التفاصيل. احنا زي كلنا عارفين ان غسيل الكلى هو عبارة عن حالة طبية بيستخدم فيها تنظيف الدم من الفترات والسموم لو الكلى مش قادرة تعمل الوظيفة دي. غسيل الكلى ممكن يكون دائم وممكن يكون مؤقت. طب يا ترى هو ايه غسيل الكلى المؤقت؟ غسيل الكلى المؤقت بيتم في حالة فشل الكلى الحاد، ودي حالة بيتوقف فيها عمل الكلى فجأة. غسيل الكلى المؤقت ممكن يكون ضروري جدا لإنقاذ حياة المريض، وده بيتعمل لما بيكون في احتمال إن الكلى يعني ممكن ترجع تشتغل مرة تانية بشكل أو باحتمال كبير، تمام؟ ممكن يحصل أيضا في حالات تسمم الدم المفاجئ، وده بيحصل عشان ننقذ حياة المريض وايضا علشان نخفف العبء على الكلى ونحافظ عليها في حاله التسمم. غسيل الكلى طب مره واحده عباره عن ايه؟ غسيل الكلى المره واحده ده بيحصل لما ايضا الكلى تتوقف فجاه، ولكن الحاله الطبيه دي بيكون يعني غسيل الكلى مره واحده بيحل المشكله بشكل نهائي. يعني احنا الطبيب بيقول له المريض احنا هنغسل الكلى ولكن مره واحده، احنا محتاجين بس يعني ايه بتكون السموم والحاجات الموجوده في الدم مش كتيره، او محتاجين ان في بعض المعادن عاليه قوي في الدم، فاحنا محتاجين نغسل لمره واحده. طبعا العمليه دي بتكون مهمه جدا وبتحسن من 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 جوده حياه المريض بشكل كبير جدا. طيب انواع الغسيل المؤقت، انواع الغسيل المؤقت هي نفس انواع الغسيل الدائم، بيكون يا اما غسيل الكلى الدموي او غسيل الكلى البريتوني. غسيل الكلى الدموي بيتم فيه ضخ الدم خارج الجسم لتنقيته واعادته مره اخرى للجسم، اما غسيل الكلى البريتوني ده بيتم فيه تنظيف الدم داخل البطن، تمام؟ ده بكل بساطه يعني. طيب بالنسبه لغسيل الكلى الدموي ده بيكون هو النوع الاكثر شيوعا من غسيل الكلى البريتوني، وبيتم فيه زي ما قلنا استخدام جهاز الغسيل اللي بيدخل فيه الدم، وبالتالي الجهاز ده بيتعرف على مكونات الدم وبيتخلص من السموم، بيعمل عملية فلترة صناعية للدم، وأيضا بيضبط المعادن. يعني الفريق الطبي بيشوف المعادن قد إيه وبيظبطها في الجهاز علشان تكون المعادن دي بالقيم الطبيعية جوه الدم. بعد كده الدم بيخرج من جهاز الغسيل وبيرجع للمريض مرة تانية. طب ليه مميزات وليه عيوب؟ من مميزاته ان هو اكثر فاعليه في ازاله الفترات والسموم من الدم، ايضا هو اكثر امانا لانه بيكون في احتمال اصابه العدوى فيه بتكون اقل من الغسيل البريتوني. طيب العيوب، اول حاجه واهم حاجه ان هو مكلف، الحاجه الثانيه بيكون في احيانا يعني بعض الالم البسيط اللي بسبب ان الضغط بيرتفع وينخفض، وده بيسبب انزعاج للمريض. لكن بعد انتهاء عمليه الغسيل بيكون المريض بيحس نفسه ان هو مرتاح. غسيل الكلى البريتوني هو نوع اقل شيوعا من غسيل الكلى الدموي، تمام؟ ده بيحصل فيه ان هو بيتم ادخال سائل للبطن وتنظيفه داخل البطن عن طريق عمليه معينه، وبعد كده بيتسحب مره ثانيه السائل ده، تمام؟ سائل التنظيف بيتم امتصاصه من الدم من خلال جدار البطن، ثم بيتم التخلص من الفضلات والسموم من السائل عند سحبه مرة أخرى. من مميزات الغسيل البريتوني هو نوع من أنواع غسيل الكلى المؤقت بيتم إجراءه في المنزل، ممكن ما تحتاجش أنت تروح للمستشفى، وده برضو تكلفته أقل بكتير من تكلفة الغسيل الدموي. لكن من عيوبه أنه بيكون زي ما قلنا أقل فاعلية من الغسيل الدموي، تمام؟ لكن ايضا من عيوبه ان هو ممكن يعني في نسبه تعرض، احيانا نسبه التعرض للعدوى بتكون اعلى نوعا ما. وفي النهايه ما ننساش ان الصمغ العربي الهشاب هو افضل علاج طبيعي لمعظم حالات الفشل الكلوي وارتفاع الكرياتينين، بس نبعد عن القطع اللي عند عطار لانها ما لهاش علاقه بالهشاب من بعيد والقريب،
اكتر من 99% منها بيكون طلح. لو حضرتك عايز نوع هشاب انزل الوصف هتلاقي لينك موقع الهشاب 2000، ومن اسمه موقع الهشاب 2000 ده مختص بنوع الهشاب. هتلاقي فيه نوع ناتوريا، النوع ده جودته عالية جدا 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 ما شاء الله، هو يعتبر النوع الوحيد حاليا في الوطن العربي ان لم يكن في العالم كله اللي هو جودته اعلى من 97 98% ما شاء الله، وسعره كمان على قد الايد. بتقدر تشتريه من موقع الهشاب 2000 وبيوصلك لحد البيت سواء انت في مصر او في اي حته في العالم، وكمان ممكن تقدر تدفع بالفيزا من البيت من غير ايداع بنكي ولا اي حاجه، تمام. ايضا بيوصلك زي ما قلنا في خلال ايام قليله لاي حته في العالم. ولو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني انك تضغط لايك للفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.